والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جينا اليوم باش نتعلموا مجموعة من الدروس على يد الجمعية اللي الرجال داولها والنساء داولها تجنبوا باش يكونوا مع اليتيم وباش يقوموا بأعمال اجتماعية اللي كنوقفوا لها إجلالا واحتراما. ثقتكم الله يخليكم على الناس. هذا الحفل هذا اللي هو حفل ديال توزيع كسوة العيد باش ندخلوا الفرحة والسرور في القلب ديال والقلوب ديال الأيتام ديالنا. كما كنشكر الجمعيات خصوصا الجمعيات اللي كيساندونا، حنا فرحنا به لأن درنا معهم شراكة، والحمد لله كاين واحد الأنشطة اللي كنا درنا مثلا ديال توزيع قفة العيد وأنشطة أخرى اللي كانت ناجحة. علاش؟ لان في اللي كيكون تضامن ملي كيكون تعاون طبيعة الحال كيتبعوا النجاح. فالحمد لله الجمعيه ما كان عندها تفرع الان عندها 36 فرع في المغرب، والحمد لله اللهم بارك. الان كتدخل الفيسبوك لا تجد الا الاعمال الحمد لله اللي كتفرح وكتدخل يعني السرور على شريحة من المجتمع، من الأراميل ومن الأيتام ومن المعوزين. كنشكرهم بزاف، أي حاجة قلتها بحقهم فهي قليلة بزاف حقهم، لأنه هذا الإنسان اللي قدامكم بسبب الأخوات ديال الجمعية والإخوان ديال الجمعية ساندوني ووقفوا معايا وبزاف الحوايج وراهم ليا، لأني ما كندير حتى شي حاجة نهائيا، والحمد لله كبروا ليا وليداتي وبديت الحلويات. دونك حنا غنقولوا جمعية السلام إيكالا الأب ديال أي يتيم كيدخل هذه الجمعية بفضل المحسنين وبفضل الجميع اللي كيكفلوا هذه الجمعية دي. نسرين واحدة واحدة غادي يسلمها الكسوة ديالها السيد السيد الحاج محمد معيط رئيس مقاطعة سيدي عثمان. الطفل الثالث هو الطفل ياسين بوسبع غيسلمو الكسوة ديالو الأستاذ محمد أكناو مستشار جماعي عند عائلة سريج. طفل هشام الأولى واللي غادي تسلمو الكسوة ديالو هي الأستاذة فتيحة مرشود الزميلة الإعلامية بعين جوج. أستاذة فتيحة مرشود تحت السفيقات والله يحييكم. Thank you.